في إطار تأمين نهاية السنة الميلادية 2022 واستقبال العام الجديد 2022، سطرت المجموعة الإقليمية الدرك الوطني بتيزي وزو بالتنسيق مع مصالح أمن ولاية تيزي وزو مخططا أمنيا مشتركا من أجل حماية المواطن وممتلكاته، وكذا تسهيل حركة المرور من خلال وضع تشكيلات ثابتة وأخرى متحركة. وبالموازاة مع ذلك تم تنفيذ مداهمات للمناطق التي ممكن أن تشهد بعض العمليات الإجرامية، وتبقى مؤسسة الدرك الوطني في خدمة المواطن والسهرة على أمنه لتدعوه لفتح قنوات اتصال عن طريق الرقم الأخضر 1055 أو الرقم 1548 لمصالح الأمن الوطني أو التقرب من أي وحدة أمنية عبر كامل إقليم ولاية تيزي وزو. تأمين احتفالات نهاية السنة وحلول السنة الميلادية الجديدة، سطرت مصالح أمن ولاية تيزي وزو بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني مخطط أمني وقائي مشترك يهدف لتأمين المواطنين وحماية ممتلكاتهم وضمان السكينة العامة، إلى جانب مخطط وقائي في مجال السلامة المرورية من خلال تسهيل حركة المرور والتنقل أمام مستعملي الطريق العام وتقديم نصائح وإرشادات مرورية في هذا الشأن لتجنب حوادث المرور. العمليات المشتركة مكنت من توقيف أشخاص مبحوث عنهم إلى جانب حجز أسلحة بيضاء محظورة، وتبقى الأرقام الخضراء للمديرية العامة للأمن الوطني وكذا الدرك الوطني في خدمة المواطنين لتقديم البلاغات والانشغالات الأمنية. جزائر تيب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.